مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج متن الخبر والذي نأخذكم من خلاله في جولة موسعة لما جاء في أروقة الصحف الفلسطينية والعربية حيث اشتركت الصحف بخبر تحت عنوان الاحتلال يهدم ويجرف في مقبرة الشهداء الملاصقة لسور القدس التاريخي من جهة باب الإصباط ونبدأ بالعناوين من صحيفة الحياة الجديدة السيد الرئيس المقاومة الشعبية تحرج الاحتلال وتكشف وجهه البشع أمام العالم وأبو مازن يعزي نظيره المصري بضحايا الهجوم الإرهابي الجبان في العريش. وتناولت الصحيفة أيضاً: فتح حذّرت من مخاطر دعوة بعض الأطراف لعقد مؤتمر مجلس الشراكة الأوروبي الإسرائيلي. بخبر تحت عنوان: الأحمد استمرار الاتصالات لعقد المجلس الوطني والاستيطان يلاحق مقابر الشهداء. وخبر آخر تحت عنوان: الدبلوماسية الفلسطينية تنجح بتأجيل عقد مؤتمر افريقيا اسرائيل، وتظاهرات في العاصمة الارجنتينية ضد زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي ليفني يجب تنظيف الاستبلاط وعدم السماح لمن خلق الاجواء الفساد بالبقاء في منصبه، والتحقيق مع درع للمرة الخامسة بشبهات تتصل بالفساد. وزراء خارجية الدول العربية واليابان يؤكدون دعمهم لقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس مرورا في صفحاتها وصلنا إلى محطة جديدة في الصفحة الأخيرة من صحيفة الحياة مقال تحت عنوان تقليعات حماس لا تنتهي بقلم حسن سليم قال فيه اسباب عديده تقف خلف فتور تعاطي الشارع الفلسطيني مع الاخبار التي ترشح عن فرصه المصالحه وبلاغ المخابرات المصريه عن استعداد حماس لحل اللجنه الاداريه وتسليم المعابر لحرس الرئاسه مقابل دمج موظفيها على سلم رواتب السلطه الوطنيه والغاء الاجراءات الماليه الاخيره وقضايا اخرى تم الخلط فيها بين الحابل والنابل أحد أهم تلك الأسباب هو عدم ثقة الشارع بصدق التزام حماس بما توقع عليه من اتفاقات أو تفاهمات والتي اعتادت التراجع عنها قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به، بل والدخول في مناكفات جديدة تنسف ما تم الاتفاق عليه، واختراع تقليعات جديدة سعيا لتحقيق مكاسب جديدة اتباعا لسياسة القدم في التفاوض. وفي نفس الصفحة مقال تحت عنوان: عندما تصد فلسطين طاعون اسرائيل عن افريقيا بقلم موفق مطر حيث قال ما لم تبنى حكومات الدول العربية على نجاحات الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الدولية عموما وأفريقيا خصوصا وتنظم استراتيجية حراك عربي رسمي وشعبي لتوسيع دائرة الإنجازات الفلسطينية وترسيخها وتعزيزها بأسباب المواجهة المستديمة ومحاصرة الحراك الإسرائيلي المضاد فإن دولة الاحتلال إسرائيل ستعيد تجميع قواها وتشن الهجمات المضادة لاحتلال المواقع في ميادين الصراع على المستوى الدولي حيث أجبرتها حكمة الرئيس أبو مازن والقيادة الوطنية حوله على الانسحاب منها صاغرة أو إخلائها مجبرة وأضاف أيضاً: بالأمس أعلن تأجيل القمة الإفريقية الإسرائيلية التي كان مقرراً عقدها في عاصمة التوغولومي ومن يقرأ بيان وزارة خارجية حكومة نتنياهو سيدرك جيدا حجم الخيبه وهول المفاجأة من نجاح الدبلوماسية الفلسطينية في الحد من تغلغل دولة الاحتلال اسرائيل في القارة البكر افريقيا، وفشل نتنياهو في تسويق سياسته في افريقيا رغم نجاحه في استغلال الصراعات. ومن صحيفة الحياة الجديدة إلى الأيام. الاحتلال يهدم ويجرف في مقبرة الشهداء ومستوطنون ينفذون اقتحامات جديدة للأقصى. وفي اذن الصحيفه اليمنى خبر عاجل من الخليل الاحتلال يضع اسلاك شائكه على مساحات واسعه من اراضي مسافر يطا. وفي جانب الصحيفه خبر اخر بيت لحم مؤسسه سنتيف تنتزع قرارا بعدم هدم مدرسه جب الذيب. وفي وسط الصحيفه مبادرات من حماس بخبر تحت عنوان وفد حماس يبلغ القيادة المصرية استعداده لعقد جلسات حوار مع فتح الإبرام اتفاق وحل اللجنة الإدارية في سابقة خطيرة سلطات الاحتلال تفصل ثلاثة قرى عن محافظة رام الله والبيرة وتلحقها بمحافظة القدس المحتلة ومنظمة بيت سالم الحقوقية الإسرائيلية مستوطنون بحماية الجيش يهاجمون طفلين فلسطينيين في الخليل ومن مصر عملية إرهابية مقتل ثمانية عشر شرطيا مصريا في اعتداء ضد قافلة أمنية بشمال سيناء تبناه داعش وأخيرا تهمة جديدة من قبل الاحتلال بخبر تحت عنوان أحكام بسجن ثلاثة مقدسيين بتهمة التسبب بقتل مستوطن نبقى معكم ونستكمل من صحيفة الأيام إلى القدس لمواصلة معرفة أبرز عناوين الصحف الفلسطينية لهذا اليوم تمهيدا لإقامة حدائق ومسارات توراتيا بلدية القدس تهدم جزءا من سور مقبرة الشهداء وإغلاق مساحات واسعة من أراضي مسافر يطا وأوردت الصحيفة إعصار إيرما يتراجع والخسائر بمئات مليارات الدولارات واليونسف تصرح أن أزمة كهرباء غزة خفضت أمكانية الحصول على المياه بنسبة 30% وايضا مع ريف حزب الاتحاد القومي يصوت اليوم على مشروع الحسم لضم الضفه لاسرائيل. وهناك من يسيء لنتنياهو مظاهرات في العاصمه الارجنتينيه ضد زياره نتنياهو. هكذا متن الخبر ينتهي من جولته في الصحف الفلسطينيه. فاصل ونعود. اهلا بكم يعود متن الخبر من جديد بعد قضايا الفساد والملاحقه القانونيه لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنجام نتنياهو وزوجته ساره تهز اسرائيل من مظاهرات احتجاجيه ضده حتى في الخارج مثل الارجنتين ترفض استقباله من صحيفه الايام مقال من الترجمات الاسرائيليه تحت عنوان نذر حرب تلوح في الافق حيث قال اوري سافير بأن ذات مرة للراحل جمعون بيرس أن الزعيم يقاس حسب قدرته على اتخاذ القرار في السلام أو في الحرب في حالة الحرب يكون الثمن في الأرواح كبيرا بينما في حالة السلم يكون لثمن أن يكون بالأراضي بل أحيانا بالأرواح ولكن برأي بن غوريون لا بد أن ثمن السلام أقل وأنهى في مقاله ولأول مرة منذ سنين تهب رياح حرب في منطقتنا ولا يمكن القتال ضد أصولية العربية بأصولية يهوديه هناك حاجه الى عفوا هناك حاجه الى دمج قدره الردع والحكمه السياسيه من اجل عقد تحالف اقليمي ضد الارهاب لنتعمق اكثر في هذا الموضوع نستضيف عبر الهاتف دكتور سليم عفوا سمير عواد استاذ علوم في جامعه بيرزيت اهلا وسهلا بك دكتور سمير اهلا وسهلا اهلا بك على ضوء ما يواجه نتنياهو من ملاحقات قانونيه قد تطيح براسه من سدة الحكم هل يمكن ان يذهب الى قرع طبول الحرب مع ايران في حرف الانظار عما يواجهه من احتماليه سقوطه في عقوبه قانونيه نعم هناك ثلاث مرشحين مهمين لاي محاوله لافتعال حرب وهؤلاء المرشحين هم اولا حركه حماس وقطاع غزه ونحن لا نحدد هذه الحرب نهائيا وثانيا هناك حزب الله ولبنان ويعني عمليا النظام السوري وطبعا نحن لا نود ان نرى مثل هكذا حرب وهناك ثالثا حرب اقليميه قد تكون وقد تكون مهمه من ناحيه النظام الجديد بالشرق الاوسط وهذه الحرب هي المرشحه وهي حرب ضد ايران وهذه الحرب مهمه وممكنه تماما رغم انه الحرب ستكون الخسائر فيها كبيره جدا ولن تكون حرب سهله بالمره نعم دكتور سمير ما هي السيناريوهات المتوقعه في ظل اعتزام طهران تشكيل جبهه مع سوريا وحزب الله وحماس ضد تحالف الرياض الذي نسجه الرئيس ترامب اه مع دول الخليج ومصر والاردن اه جميل اه انظري هذه الحرب الممكنة ضد إيران سيكون هناك أنصار عديدون للحرب اه هذه بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وربما بعض الدول الغربية سيكون هناك اه دور ما ل. الجماعات المؤيدة مه. للنظام السوري مه. وهذه الجماعات تستغل هذه الحرب كفرصة للمس بالتحالفات الموجودة حاليا عبر إسرائيل وغيرها وهذه الحرب ستكون أيضا حرب مهمه من ناحيه النظام الاقليمي العربي بمعنى ايران سيكون لها دور كبير في سوريا ودور اخر في حزب الله ودور لا يقل اهميه في اليمن حيث اليمن تشهد حرب ضد السعوديه وضد التحالف العربي وهذا الحرب ستكون فرصه اذا شاءت القوى الاقليميه المهمه مثل ايران وغيرها ستكون فرصه للمس بالمملكة العربيه السعوديه. نعم دكتور سمير عوض استاذ علوم سياسيه في جامعه بجزيت اشكرك على وجودك هنا في متن الخبر. شكرا نعم مشاهدينا فاصل ونعود. اهلا بكم متن الخبر سيتجول في الصحف العربيه واولى محطاته من الاردن مع الزميله اروى حماد. طغت على عناوين الصحف الأردنية أخبار زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافيروف للأردن فعنونت صحيفة الدستور، بحثا جهود تحريك عملية السلام وإيجاد حلول لأزمات المنطقة، الملك ولافيروف يؤكدان أهمية اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا. الصفدي لا نريد ميليشيات على حدودنا لافيروف لبلدينا موقف مشترك حيال سوريا الأردن يدين ويؤكد وقوفه إلى جانب مصر مقتل ثمانية رجل أمن بتفجير إرهابي في سيناء الخارجية تؤمن حجوزات فندقية للأردنيين في منطقة إعصار إيرما فلوريدا تغرق وترامب يعلنها منطقة كوارث كبرى وفي الأخبار العربية والدولية، إسرائيل تبدأ بناء أول مستوطنة بالضفة الغربية منذ 25 عامًا. جرافات الاحتلال تهدم جزءًا من مقبرة الشهداء، ورئيس الشباك، الوضع الأمني في الضفة هش وحساس للغاية الجيش السوري يطرد الدواعش من جبال التردة بمحيط مطار دير الزور العسكري، الاستخبارات الامريكية تطلب من المعارضة وقف القتال جنوب شرقي سوريا. وننتقل الى صحيفة الغد تحذيرات اسرائيلية من انفجار الاراضي الفلسطينية وإلغاء القمة الإفريقية الإسرائيلية يضرب أجندة نتنياهو الدبلوماسية وإسرائيل تحذر مواطنيها من دخول الأردن ودول أخرى وفي الغد أيضا تونس التعديل الحكومي يعزز ثقل السبسي في ميزان التوازنات السياسية ونختتم جولتنا مع صحيفة الرأي اتفاق اردني روسي لتعزيز التنسيق بمكافحة الارهاب الصفدي نريد سوريا مستقلة ولا نريد ميليشيات طائفية على حدودنا ولافيروف نقدر مشاركة الاردن في خفض التصعيد بالجنوب السوري تأكيد اردني روسي على الحل السلمي في سوريا وصول قافلة تزويد المستشفى الميداني الأردني إلى غزة، وفي الأخبار العربية والدولية البدء ببناء مستوطنة جديدة قرب نابلس، وجرافات الاحتلال تهدم جزءا من مقبرة الشهداء بالقدس. تعزيزات عسكرية لدير الزور لطرد داعش، إسرائيل، إيران تسعى لإقامة قواعد عسكرية بسوريا. نتنياهو يلتقي ترامب الأسبوع المقبل. والجامعة تبحث محاولات إسرائيل نيل عضوية مجلس الأمن وفي خبر أخير ترامب يؤكد رفض الترهيب في ذكرى اعتداءات الحادي عشر من أيلول لبرنامج متن الخبر أروى حماد شكرا لزميلة أروى وجولة أخرى في الصحف المصرية بكم إلى أهم عناوين وموضوعات الصحف الصادرة اليوم في القاهرة الحادث الإرهابي الذي وقع ظهر أمس بمدينة العريش ضد القوات المصرية خبر تصدر الصحف الصادرة اليوم استشهاد 18 وإصابة 5 من رجال الشرطة ومقتل أربعة إرهابيين بالعريش أزمة سد النهضة بين مصر وأثيوبيا موضوع اهتمت به الشروق اجتماع مرتقب لمناقشه التقرير الاستشاري الفرنسي حول سد النهضه الارهابيون فجروا عبوات ناسفه واطلقوا النيران علي عربات الاسعاف مصادر امنيه العمليه الارهابيه ردا على الضربات الامنيه الناجحه والشرطه تطارد اربعه ارهابيين من خليه ارض اللواء اشاره للعمليه التي قامت بها القوات الامنيه اول امس باستهداف ثلاثه اوكار للارهابيين بمنطقه العجوزه وارض اللواء بوسط القاهره خبر اخر من الجمهوريه الاتحاد الاوروبي يساند مصر في مكافحه الارهاب المناورات العسكريه المشتركه بين مصر وروسيا ومصر وامريكا تصدرت ايضا الصحف المصريه، الرئيس المصري يؤكد خلال لقائه قائد القياده الامريكيه للنجم الساطع، العلاقات العسكريه محور رئيسي للتعاون بين مصر وامريكا، مناورات النجم الساطع تعكس مدى الروابط التي تربط البلدين، ايضا الوطن سلطت الضوء على تلك المناورات. مصر شاركت أمريكا وروسيا في النجم الساطع وحماة الصداقة لمكافحة الإرهاب الشأن الفلسطيني كالمعتاد حاضر وبقوة في الصحف المصرية الخارجية الفلسطينية تدين بناء إسرائيل مستوطنة جديدة وزير الخارجية المصرية يؤكد دعم مصر للأنروة استمرارا لمساندة اللاجئين الفلسطينيين بعد ضغط عربي إلغاء قمة إسرائيلية إفريقية في توجو التفاصيل في صحيفه الشروق الآن إلى بعض العناوين الاقتصاديه وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوي يبحث مع سفير الهند التعاون المشترك 7% زياده في الصادرات المصريه إلى الإمارات رغم انخفاض التضخم الأسعار في زياده مستمره ونختتم بهذا الخبر السار للسيدات المتزوجات عرفيا حكم تاريخي من المحكمة الإدارية الجنسية حق لأبناء المصرية المتزوجة عرفيا من أجنبي دمتم بخير نجوى يونس القاهرة والمحطة الأخيرة من لبنان مع الزميلة زينة عبد الصمد في قراءة لصحف بيروت اليوم صحيفة المستقبل عنونت طلب من باسيل تقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل الحريري يناقش في روسيا ترسيم الحدود مع سوريا التعازي تتواصل بالعسكريين الشهداء السعودية تحبط مخططا لداعش لمهاجمة وزارة الدفاع ونتابع مع المستقبل أمريكا لم تتعلم من 11 أيلول 2001 ترامب في 11 أيلول لن نردخ للترهيب الدول الاربع الدوحه مستمره في تضليل الراي العام الدولي، الامم المتحده تندد بالتطهير العرقي ضد الروهينجا، النمس في الحبس، محطتنا الثانيه من لبنان مع صحيفه الانوار. عون سنلاحق موقف الامم المتحده من الشكوى اللبنانيه ضد اسرائيل، القوات المصريه تطارد إرهابي داعش بعد اعتداء اوقع 18 شهيدا في سيناء، مصرع شقيقين لبنانيين في استراليا. تعاون روسي أردني أمريكي لوقف النار في البادية السورية الإعصار شرد سكان فلوريدا واللصوص نهب المنازل وأيضا في الأنوار الحركة اللبنانية داخلا وخارجا لتخفيف الأعباء عن كاهل اللبنانيين البحرين تنفذ مشاريع عقارية بأحد عشر مليار دولار ونختم جولتنا على الصحف اللبنانية مع الجمهورية خريف ساخن مناورات وسجالات وصفقات ذكرى 11 ايلول المخدرات ظواهر جديده وارقام ترتفع الدول الاربع على قطر التزام وقف دعم الارهاب لبرنامج متن الخبر زينه عبد الصمد شكرا لزميله زينه ومن لبنان يعود متن الخبر الى مصدره الاساسي هنا نلقاكم غدا مع اخبار ومقالات جديده في امان الله